كيقول لك الافكار العظيمه بسيطه. هنايا الكيك والايرو اي تحسوا بهم شي تسمعوا فريمون كلين في الودن، تحيدوا واحد لي فريكونس اكثر من القياس. غادي نحاول ندير لكم تحليل ديال الميكساج اللي تستعمل في التراك، الانسترومونطال، حتى الكليب. بغيتكم تكونوا كتفرجوا كدوزوا وقيته زوينه او ميم طون تستافدوا. التحليل الفني والتقني اللي غادي نديروا لهذا البروجي هذا انطلاقا من تجربتي المتواضعه ديال اكثر من 10 سنين في هذا الدومين هذا، اللي خدمت فيها الميكس الماسترينغ البرودكسيون ديال مئات ديال البروجي محليا وعالميا. ما طولش عليكم اكثر من هكا، يلا ما يمشيو باش نبداو. جي بلاتي بعدا فيتورينغ مع كيكرا. كيكرا عندي معاه واحد التجربه صغيره، كان كونتاكطاني على قبل واحد البروجي، والمهم داك البروجي كانت غتكون فيه تام مغربيت. الوغ كيكرا هو مهتم جدا بالثقافه المغربيه، الوغ نمشيو الاصدقاء باش نحاولوا نبداو. القراب شخصيته راسيه مغربيه يحمل معه روح الحياه، الماء في قربه من جلد الماعز ويقدمه لل. اول حاجه تنبغي نشكر هاد الفنانين اللي وقفوا على هاد البروجي، لانهم تيبغيو يوصلوا الثقافه ديال المغرب للعالم. وديجا الثقافه ديال المغرب خاص توصل غير للمغاربه براسهم، لانه كاين بزاف ديال المغاربه اللي ما تيقدروش شنو عندنا في المغرب كثقافه وشنو عندنا في المغرب كتراث، وبزاف ديال الحوايج كاينين غير في المغرب اللي عندهم واحد فالور كبيره. اول مره غنشوفو ديزي دروس بهذا الشكل هذا، ودي حاجه زوينه اننا نشوفو ارتيست ما كيخافش انه يتلح لشي حاجه اخرى اللي بعيده عليه شي شويه وعلى ديك الصوره النمطيه اللي كانت عليه. هذا راه ماشي غير تراك الاصدقاء، هذه راه لوحه فنيه اللي كتشرف المغرب. هذه شي حاجه اللي زوينه، شوفوا تبارك الله هادشي كيفاش مخدوم. القراب اللبسه ديال القراب بالكحل، هادشي الاصدقاء فريمون مخدوم. يا سلام. يقول لك الافكار العظيمه بسيطه. شي دابا مشاو غير يعني الميزان اللي معروف به الشعبي ديال طن 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 اتس اوكي. تبوريشه الاصدقاء، والله الا تبوريشه. تحيه بعدا الكيكرا حيتاش غادي يكون ساهم باش انه غادي يوصل تم غرابيت يعني لواحد الناس اخرين اللي ما تعرفوش ربما ثقافتنا. تبوريشة تبوريشة حيت هادشي عالمي الاصدقاء وتيشرف المغرب. كنا لك خط على الارضادية وصافي تلاح برا كامل عياقة كاين شو قال صوره في ورزازات سلاح كاين شاه بس استغطيكم بودي عشد عطريب وخلي سيسا صالك ابوس لك انهم في خلاف وشابوش مكل ما زوم بوش عندوس وديبو قرد حما شوفكم عدم اسكو دافو شوفنا في كاس العدو ومنتضى فلوس قلب لاستكم كناس. المهم الى لاحظتوا الاصدقاء هنا كاينه كاين البغويطاج كولا افي كيبان في الكليب، كتسمع الساوند افيك ديالو اللور. هاد القضيه صراحه كتزيد جماليه للكليب وكتبينو رياليستيك كثر، كتحس براسك بحال كتفرج في شي فيلم. بالنسبه للميكساج اللي استعمل في الكوبليه ديال كيكرا صراحه عجبني، حيتاش كتحس به بالاكسبيريونس بدا ديال الارتيست، واخد الريسك ديال انه يخلي الموسيقى كتسمع مزيان ولا فوا ديالو واحد شويه هابطه على الـ على الـ على الموسيقى هكا تنحسوا بها. الشخص اللي ميكسا لهم لانستري في هاد البيت هذا فريمون ناضي، حيتاش اصعب حاجه في الميكس هي المنطقه ديال لي باس. هنايا الكيك والايرو اي تحسوا بهم شي تسمعوا فريمون كلين في الودن، خفافين جدادين، الميكس اللي مديور كتحس به جديد. حسيت باللي الصوت واخا هو تيغني ما داروش لنا داك الشيء ديال فيما كيغني شي واحد لوطوتون
والريفيرب بزاف. كنحس بالريفيرب كاين في الاد ليبس، هذوك لي زاد ليبس اللي زايد هو بلوتوتين، وبالتالي المتلقى راه كيسمع بحال الصوت فيه الريفيرب بزاف، مي لي فوكال ما حسيتش باللي فيها الريفيرب بزاف. وهاد الحاجه صراحه زوينه، كنحس بالميكس ولا الميكس مودرن او ميم طون. ما دايروش واحد الغلط اللي كيديروه بزاف ديال لي تراك، انهم كيعليو الهاي فريكونسيز بزاف. هاد البروجي كتحس بالصوت ناتوريل صراحه، لي ميكس البروجي ناضي. الوغ نكملوا السمع، ندوزوا الكوبليه ديال ديزي دروس. وصلنا دابا الكوبلي تاع ديزي دروس، نمشيو صوت ديال ديز دروس معروف بهذاك الباص ديالو، كتسمع ديك صوتو فيه الباص. هنايا في اللو كات يعني في الاي كيو تحيدوا واحد لي فريكونس اكثر من القياس. هادي راه ماشي شي حاجه لي نيجاتيف، انا تنشوفها بوزيتيف، لان تنشوف الارتيست تياخذ واحد الريسك يعني في الميكس ديالو، باش يعطي اولويه لحوايج اخرين، وباش كلشي يبدا يتسمع كيف ما خصو يتسمع. احنا انا كمتلقي بحكم انه كاتشاني الجانب اللي عجبني بزاف ديال ان هاد الناس هادو بينوا ثقافتنا المغربيه بواحد الطريقه واعره، خصوصا اللي خدم هادشي ديال اللبس، اللي تكلف باللبس كيفاش خصو يكون، فريمون دار خدمه واعره. ولا هاد ليكيب اللي وقفت على اللبس على الديكور، فريمون هادشي عالمي الاصدقاء. راه ما تنساوش واحد الحاجه، انه كاينين كليبات اللي في العالم كامل هادشي احسن منهم. تما البروجي كاين كيكرا فيت ديزي دروس، وفيت حنايا كاملين كمغاربه، لان لقينا وحدين اخرين كيهضروا على ثقافتنا وكيبينوها بواحد الطريقه اللي هي زوينه. هذه صراحه حاجه اللي عجبتني بزاف. بالنسبه للميكساج صراحه راه ديزي دروس راه الكارير ديالو يعني خدم فيه بزاف ديال البروجي، سي نورمال ما غاديش ننتقدوه. انا هذوك الحوايج الميكس هادشي راه فن، كاينين شي حوايج اللي ماشي مألوفين، وبالنسبه لي انا كميكس انجينير لا فوا ديال ديزي دروس جاتني، كاينين دي فريكونس اللي مهمين فيها ما تسمعوش، ولكن في نفس الوقت شفتها يعني هاد الريسك اللي خداوه في لا فوا ديال ديزي دروس بالنسبه لي راه بلان، وكان ضروري وزوين في نفس الوقت. يعني عجبني الحال انني نشوف ارتيست ما ساتش على راسه في قفز، يعني كيمشي للحوايج جداد في الجانب الفني، في الجانب تاع الفيزيوال، وحتى في الجانب تاع الاوديو. الو هذه حاجه اللي زوينه. المهم الاصدقاء هادشي اللي كاين وهادشي اللي درت في هذا الفيديو تبقى الراي ديالي.